فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قراءة المرأة للقرآن في المذياع لتصحح؟ حرام حرام، لا يجوز. صوت المرأة عورة، ما يجوز هذا، هذا شيء محدث، لا يجوز هذا. لكن لما جاء دعاة تحرير المرأة جاءت هذه الأمور. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.